للمزيد يسرني أن ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ سيد علي شبر جواد، مدير إدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة. أرحب بك في نشرة أخبار الثالثة. وبداية، ما المعني بيوم التقييس العربي، ولماذا تم اختيار هذا الشعار تحديدا، شعار التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي مستدام؟ بداية نود أن نشكركم على هذه الاستضافة ونبارك لكم ما تبقى من الشهر الكريم، عاد الله علينا وعليكم الخير والبركات. طبعا يحتفل جهاز التقييس الوطني ممثلا بإدارة الفحص والمقاييس وزارة الصناعة والتجارة باليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25 من شهر مارس من كل عام، وهو ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في عام 1968 في القاهرة كأحد الأجهزة الفنية التابعة لجامعة الدول العربية. وقد تم دمج أنشطة المنظمة لاحقا في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عام 1988. طبعا وبهذه المناسبة يطيب لنا أن نتقدم إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين وإلى جميع أجهزة التقييس العربية والعاملين فيها في مجالات التقييس المختلفة بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة يوم التقييس العربي، معبرين عن عميق امتناننا لجهود المنظمة المتواصلة لتعزيز وتطوير مقايير التقييس في الوطن العربي. طبعا اختارت المنظمة لشعار التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي مستدام ليكون شعارا للاحتفال في هذا العام عام 2024، سعيا منها لنشر التوعية والتعريف بأهمية التقييس في مختلف مناحي الحياة على صعيد الدول العربية. نعم، ما هو دور التقييس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مختلف أهداف التنمية المستدامة؟ طبعا كان هنا يجب الإشارة إلى أن جهاز التقييس الوطني في مملكة البحرين إلى جانب أجهزة التقييس العربية دور في اختيار شعار التقييس طبعا لهذا العام من خلال العضوية في اللجنة العربية العليا للتقييس التابعة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعليم، حيث تم الاختيار شعار هذا العام ليكون شعارا للاحتفال، وذلك تناغما مع التوجه العالمي لمنظمات التقييس الدولية ولتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه التقييس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد العربي الواحد عن طريق تعزيز الجودة والكفاءة الإنتاج والخدمات وتسهيل التجارة البينية والدولية وحماية المستهلكين بشكل عام. طبعا هناك دور مهم للتقييس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك من خلال تقديم مجموعة من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية التي ترسم وتضع الخطوط العريضة للاستدامة وحماية البيئة، بحيث تساعد المؤسسات والأفراد على تحقيق وتنفيذ أهداف المرجوة المتمثلة في ممارسات الإدارة الجيدة وصحة وسلامة المستهلك وتقليل الهدر وتشييد استهلاك والمحافظة على البيئة وتشجيع الابتكار وغيرها من المجالات المختلفة. نعم، ماذا عن دور جهاز التقييس الوطني في المملكة لدعم توجه المنظمة العربية؟ طبعا يعني مملكة البحرين ممثلة بعضويتها في المنظمة العربية هي داعم رئيسي لجهود المنظمة من خلال سواء الأنشطة الاعتيادية التي تقوم بها الإدارة، إدارة الفحص والمقاييس وهو جهاز التقييس الوطني في مملكة البحرين، أو من خلال المبادرات. ومؤخرا أعلنت إدارة الفحص والمقاييس عن اعتماد وتحديث عدد من اللوائح الفنية الوطنية في مجال تشييد استهلاك المياه وكفاءة طاقة المنتجات الكهربائية كالمكيفات ذات السعة العالية والمكيفات ذات السعة الصغيرة، بالإضافة إلى منتجات الإنارة والقرارات الأخرى المتعلقة بالحد من الملوثات البلاستيكية وغيرها. طبعا نعم، الأستاذ سيد علي شبر جواد، مدير إدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة، كل الشكر لك.